بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. عن النقيب ناصر مؤيد رسام من مرتبات اللواء 24 إشارة جوية الكائن في مطار دير الزور المدني، وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن عصابات الأسد المجرمة بسبب ما ترتكبه هذه العصابات من جرائم ضد المدنيين العزل، واستخدام المطار المدني كقاعدة لتجمع الشبيحة والهجوم على المدنيين، وأعلن انضمامي إلى الجيش السوري الحر. وأرجو من جميع الشرفاء من ضباط وصف ضباط وأفراد في الجيش للوقوف إلى جانب الشعب السوري والانضمام إلى الجيش السوري الحر، وإنها لثورة حتى النصر. عاشت سوريا حرة أبية. الله أكبر، الله أكبر.